بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ إن شاء الله النهاردة المحاضرة الأخيرة في شابتر ديزاين اوف تشانلز. زي ما اتكلمنا المحاضرة اللي فاتت قلنا ديزاين اوف تشانلز بينقسم لجزئين. الجزء الأول هو ديزاين اوف نون اوريدبل تشانلز، القنوات المبطنة أو الغير قابلة للتآكل، والجزء الثاني هو ديزاين اوف اوريدبل تشانلز أو القنوات القابلة للتآكل. في الـ Non-Erodible Channels شرحنا المحاضرة اللي فاتت طريقتين اللي هما الـ Best Hydraulic Section والـ Minimum Permissible Velocity. إن شاء الله المحاضرة دي هنشرح تلات طرق اللي هما الـ Directive Force Method، الـ Maximum Permissible Velocity and the Stable Hydraulic Section. هنتكلم دلوقتي عن مقدمة عن الـ Directive Force Method، وبالتحديد هنتكلم عن الـ Critical Shear Stress. لو تخيلنا ان عندنا قطاع طولي زي اللي في الشكل اللي قدامنا ده، وان دي بارتكل او حبيبة من الماتيريال المكونة للقاع بتاعة القناة، ده الدايركشن اوف فلو. الحبيبة ديت معرضة لمجموعة من القوى، اول قوة هو وزن الحبيبة لأسفل، تاني قوة هو قوة الابليفت الاعلى، تالت قوة هو الدراج فورس أو التراكتيف فورس. Any non-cohesive soil particle of the channel boundary is subjected to two opposing forces. في أي حبيبة موجودة على القاع بتاع القناة أو على الجوانب بتاعة القناة معرضة لنوعين من القوى معاكسين لبعض. أول نوع اللي هو الـ applied force، ده اللي هو الـ hydrodynamic drag أو التراكتيف فورس بنرمز له برمز اف دي، والنوع الثاني اللي هو الريزيستنج فورس، القوة المعاكسة أو المقاومة للهيدروديناميك دراج، دي بتنشأ من وزن البارتكل والأبليفت. The drag force is in the flow direction، قوة السحب أو الدراج فورس دي في اتجاه الفلو، while the lift force الأبليفت normal to the flow direction لأعلى. At the critical conditions في الحالة الحرجة اللي هي اللي احنا بنسميها the incipient motion، اللي هي لما تكون الحبيبة ديت على وشك الحركة. The applied force is balanced by the resisting force، يعني ال drag force بيتوازن أو بيتساوى مع الأبليفت ووزن الحبيبة لأسفل. طيب إمتى بيحصل إروجن أو تآكل للقناة؟ بيحصل لما resultant of the forces causing movement of the particle، يعني محصلة القوة اللي بتحاول تحرك الحبيبة أو البارتكل is greater than the resultant force resisting the motion، لما تكون القوة اللي بتحاول تحرك الحبيبة أكبر من القوة المقاومة للحركة بتاعة الحبيبة. في الحالة ديت يحصل erosion أو تآكل سواء للبد أو لجوانب القناة. طيب لو تخيلنا مع بعض رسمة زي اللي قدامنا ديت، ده عبارة عن trapezoidal section، ده البنك بتاع القناة، ده البوتوم. الميل الجانبي بتاع القطاع ده هو 1 إلى Z، أو الزاوية بتاعة الميل الجانبي هي سيتا، عمق المية هو واي. هنتخيل إن في حبيبة أو بارتكل أوف سويل على البيد وحبيبة تانية على جانب القناة بالشكل ده. لو بصينا في 3 دايمنشن، لو ده اتجاه الفلو، في الاتجاه ده هنلاقي ان الحبيبة اللي على البيد معرضة لشير ستريس او شير فورس او تراكتيف فورس قيمتها تاو بيد في ايه، تاو بيد في ايه اللي هي شير ستريس مضروب في الكروس سيكشن اريا المعرضة بتاعة الحبيبة. ولو بصينا على الحبيبة اللي على جانب القناة في الشكل اللي فوق ده، هنلاقي ان وزن الحبيبة ده W إلى أسفل، والوزن ده له مركبتين، مركبة بتحاول تحرك الحبيبة ده لأسفل، دي لأسفل،
ودي قيمتها W ساين سيتا، ومركبة تانية بتحاول تثبت الحبيبة ودي قيمتها W كوزاين سيتا. Considering a soil particle on the channel side، احنا دلوقتي هندرس الحبيبة اللي على السايد اللي هي الحبيبة ديت على جانب القناة. The two forces which tend to move the particle are the attractive force and the component of the particle weight along the side slope. القوة، هندرس القوة اللي بتحاول تحرك الحبيبة. في قوتين بيحاولوا يحركوا الحبيبة، أول قوة اللي هي attractive force أو drag force اللي هي عبارة عن التاو اس في cross section أو المساحة المعرضة للحبيبة. الشير ستريس أو التراكتيف شير ستريس تاو اس مضروب في المساحة المعرضة للحبيبة اللي هي A، دي قوة بتحاول تحرك الحبيبة في الاتجاه ده على السايد بتاع التشانل. المركبة التانية اللي بتحاول تحرك الحبيبة هي مركبة الوزن في اتجاه الميل اللي هي W sin theta. محصلة الكلام ده بيساوي الجذر التربيعي للقوة الأولى تربيع زائد القوة التانية تربيع. نلاحظ إن الـ R ده بيمثل محصلة القوتين، W هو وزن السويل بارتكل، الـ A هو الـ surface area بتاع البارتكل المعرضة للمية. surface area المعرضة للمية بتاعة البطن، وسيتا هو الـ channel side slope angle، والتاو اس هو بيرمز تاو بترمز للشير، تاو اس هي الـ applied shear stress on the channel side. طيب محصلة القوتين اللي فاتوا دول بيقاومهم قوة، القوة ديت اللي هي W كوزاين سيتا، ودي قوة ناتجة عن المركبة بتاعة الوزن بس عمودية على الجانب بتاع القناة. القوة الناتجة عن الوزن دي بتساوي W كوزاين سيتا اللي هي مركبة الوزن العمودية على جانب القناة مضروبة في تان فاي، وتان فاي ده هو معامل الاحتكاك اللي انتوا درستوه في السويل، حيث فاي هي السويل انجل اوف ريبوز درستوها في السويل. طيب at the point of incipient motion يعني في حالة ان تكون الحبيبة ديت اللي على جانب القناة على وشك الحركة الـ incipient motion، the resultant force causing the motion is equal to the force resisting the motion، القوة اللي بتسبب حركة الحبيبة هتتساوى مع القوة المقاومة لحركة الحبيبة الناتجة عن وزن الحبيبة، وبالتالي W cosine theta tan phi هيتساوى مع الجذر التربيعي ل W تربيع ساين تربيع سيتا زائد A تربيع تاو سايد تربيع. لو ربعنا الطرفين هنلاقي إن W تربيع كوزاين تربيع سيتا تان تربيع فاي يساوي W تربيع ساين تربيع سيتا بلس A تربيع تاو إس تربيع. هنحاول نجيب تاو إس في طرف لوحدها، هنلاقي إن المعادلة أصبحت تاو إس تربيع تساوي W تربيع افتح قوس كوزين تربيع سيتا تان تربيع فاي ناقص ساين تربيع سيتا على الـ A تربيع. لو خدنا كوزين تربيع سيتا تان تربيع فاي ده عامل مشترك، أصبحت المعادلة تاو اس تربيع بتساوي W تربيع كوزين تربيع سيتا تان تربيع فاي مضروبة في واحد ماينس ساين تربيع سيتا على كوزين تربيع سيتا تان تربيع فاي، كل ده مقسوم على الاريا سكوير. في الحالة دي ممكن اخد ساين تربيع سيتا على كوزين تربيع سيتا وعوض عنها بتان تربيع سيتا، اصبحت المعادلة تاو سايد تساوي دابليو على اي مضروب في كوزين سيتا تان فاي في الجذر التربيعي الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. طبعا ده بالنسبة للسايد، دي كانت بارتكل على الجانب بتاع القناة. طيب لو سويل بارتكل على التشانل بيت
هنلاقي في الحالة ديت إن الزاوية سيتا بتاعة الميل تساوي صفر. لو عوضنا في المعادلة اللي فاتت ديت عن سيتا تساوي صفر، هنلاقي إن التاو بد تساوي دبليو على ايه مضروبة في تان فاي، حيث التاو بي ترمز للابلايد شير ستريس اون ذا شانل بد. وبالتالي التراكتيف فورس ريشيو اللي احنا بنرمز لها بالرمز كي دي عبارة عن النسبة بين الشير ستريس على السايد بتاع التشانل مقسومة على الشير ستريس اللي على البيد بتاع التشانل. يبقى الكي التراكتيف فورس ريشيو هي الابلايد شير ستريس على السايد مقسومة على الابلايد شير ستريس على البوتوم. فلو انا قسمت المعادلة ديت على المعادلة ديت هقدر اجيب من هنا الكي، وهنلاقي ان الكي بتساوي كوزين سيتا مضروبة في الجذر التربيعي لواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. نفتكر مع بعض ان السيتا هي زاوية الميل الجانبي بتاعة القطاع، والفاي هو الانجل اوف ريبوز بتاعة الماتيريال المكونة للقناة. المعادلة ديت ممكن أبسطها في الصورة إن الكي تساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص ساين تربيع سيتا على ساين تربيع فاي. ونلاحظ من هنا إن سيتا لازم تكون أقل من الفاي، ده ليه؟ علشان الاستابيلتي بتاعت جوانب القناة. لو حصل إن السيتا زادت عن الفاي هنلاقي ده جذر رقم سالب، فبالتالي الكي بتساوي جذر رقم سالب، يعني تخيلي رقم تخيلي. ليه السيتا أقل من الفاي؟ ده علشان الاستابيلتي بتاعة جوانب القناة. برضو نلاحظ إن الكي دايما أقل من الواحد، يعني الشير ستريس على السايد لازم يبقى أقل من الشير ستريس على البيد. The effect of angle of repose may be considered for non-cohesive soil, while its effect may be neglected for non-cohesive soil. امتى باخد تأثير الـ angle of repose؟ ده في الـ non-cohesive soil. لما يبقى عندي non-cohesive soil الماتيريال بتاعتها ليها angle of repose، لكن في الـ cohesive material احنا عارفين ان الـ angle of repose تساوي صفر. اتكلمنا في الشرايح اللي قبل كده عن الـ applied shear stress اللي هو الـ shear stress الفعلي المؤثر على حبيبات التربة. طب هنتكلم دلوقتي عن shields diagram اللي احنا بنحسب منه الـ critical shear stress. الـ critical shear stress اللي بتبدأ عنده الحبيبات في الحركة تبقى في حالة incipient motion. Recalling that any non-cohesive soil particle of the channel boundaries is subjected to two opposing forces. يعني هنفتكر مع بعض إن أي particle على ال channel boundary ده معرض لقوتين عكس بعض، تأثيرهم معاكس لبعض. ال applied force اللي هي ال hydrodynamic drag force، قوة السحب دي اللي بتسبب الحركة بتاعة الحبيبة، وال resisting force القوة اللي بتقاوم حركة الحبيبة دي ناتجة من وزن الحبيبة والـ uplift. The hydrodynamic drag may be expressed as F drag تساوي C واحد تاو نوت دي تربيع. يعني الـ drag force ممكن أعبر عنها بالمعادلة F drag تساوي C واحد، C واحد ده ثابت، تاو نوت هو الـ bed shear stress، ودي هو قطر الحبيبة. طيب احنا عارفين ان الفورس بتساوي شير ستريس في مساحة، سي واحد في دي سكوير دول على بعض كده بيعبروا عن المساحة المعرضة للحبيبة. سي واحد دي سكوير is the effective surface area upon which the shear stress is applied. Resisting force دي بتنشأ من submerged weight بتاعة الحبيبة، وده ممكن أعبر عنه ب W بيساوي C2 في جاما S ناقص جاما في D تكعيب.
احنا عارفين ان submerged weight بيساوي جاما اس اللي هي جاما بتاعة السويل ناقص جاما ووتر في حجم الحبيبة. حجم الحبيبة هنا بيساوي سي اتنين في، او بنعبر عنه بسي اتنين في دي تكعيب. سي اتنين هو ثابت، وجاما اس وجاما هم عبارة عن ال specific weight بتاع ال particle او الجرين، وال specific weight بتاع المية. السي واحد والسي اتنين دول عبارة عن ثوابت بتحدد معمليا. من ال experiments، من التجارب المعملية، the variables that affect the incipient motion of sediment in a channel bed includes الفاكتورز اللي بتأثر أو الفاريابلز اللي بتأثر على الانسيبيانت موشن بتاع اني بارتكل ده، توصلوا ليها معمليا لقوا ان هي عبارة عن التاو كريتيكال، كريتيكال شير ستريس، والدي اللي هو قطر الحبيبة، وجاما اس ناقص جاما ووتر اللي هو السبيسيفيك ويت بتاع الحبيبة ناقص السبيسيفيك ويت اوف ووتر، ورو ونيو بتوع المية، الدنستي والكيناماتيك فيسكوستي للمية. الفاريابلز ديت ممكن نحطها في صورة dimensionless parameter، dimensionless parameters زي ما احنا موضحين في المعادلة اللي تحت دي. أول dimensionless parameter هو ال dimensionless critical shear stress بنسميه تاو ستار، ده عبارة عن تاو كريتيكال على جاما اس ناقص جاما في الدي. لو احنا حسبنا الوحدات بتاع الجزء ده هنلاقيها دايمنشن ليس، يعني بدون وحدات. الدايمنشن ليس بارامتر التاني هو عبارة عن اللي احنا بنسميه كريتيكال باوندري رينولدز نمبر، او بنرمز له بالرمز ار ستار، ده عبارة عن اليو ستار كريتيكال في الدي على النيو، حيث رو ونيو هم الووتر دنستي اند كيناماتيك فيسكوستي. تاو ستار بتساوي تاو كريتيكال، كريتيكال شير ستريس على جاما اس ناقص جاما في الدي، وده بنسميه دايمنشنلس كريتيكال شير ستريس. ار ستار هو عبارة عن اليو ستار كريتيكال في الدي على النيو. ولو افتكرنا من الترم الاول ان اليو ستار هو كنا بنسميه الشير فيلوستي، هنا يو ستار كريتيكال هو الكريتيكال فريكشن فيلوستي، وبتساوي الجذر التربيعي للتاو كريتيكال على رو. فاللي حصل ان شيلدز عمل تجارب معملية وجاب علاقة بين التاو كريتيكال على جاما اس ناقص جاما في دي و الار ستار، ورسم علاقة على المحور الأفقي للآر ستار وعلى المحور الرأسي للتاو ستار أو الـ Dimensionless Shear Stress، وتوصل للعلاقة في الشكل اللي قدامنا ده، ورسمها على لوج لوج سكيل. زي ما قلنا ان شيلدز رسم الدياجرام اللي قدامنا ده بناء على التجارب المعملية اللي عملها سنة 36، رسم علاقة بين التاو ستار واليو ستار. كل نقطة على الكيرف اللي قدامنا دي بتمثل الكريتيكال كونديشن اللي هي الانسيبيانت موشن، نقطة بداية الحركة بتاعة السويل بارتكل. بمعنى ان لو الكيرف ده بيمثل الكريتيكال كونديشنز، لو انا حسبت الابلايد شير ستريس وحطيته في صوره دايمنشن ليس وطلع في نقطه فوق الكيرف ده، معناها ان الابلايد شير ستريس اعلى او اكبر من الكريتيكال شير ستريس، يبقى معناها في الحاله ديت ان القطاع ده انستابل. طب لو حسبت الابلايد شير ستريس وطلع نقطه اسفل الكيرف بتاع شيلدز دايجرام، معناه ان الابلايد شير ستريس اقل من الكريتيكال شير ستريس، او ان القطاع ستيبل. الشيلد دايجرام ممكن نقسمه الى تلات اجزاء: اللامينار ريجون، وده عنده الار ستار اقل من اتنين،
اللي هو من بداية الكيرف لحد ما r star تساوي 2. في الحالة ديت بيكون ال particle size is less than the laminar sublayer thickness. ال laminar sublayer thickness ده بيبقى جزء laminar ملاصق لل boundary بتاعة القناة، ده هناخده بالتفصيل في ال chapter بتاع ال velocity distribution. وفي الحالة ديت بيكون ال movement بتاع ال solid particle يعني معتمدة على ال viscosity أو اللزوجة بتاعة المية. الجزء الثاني ده بنسميه transition region، بيبقى بين r star تساوي 2 و r star تساوي 400، اللي هو من هنا لحد قيمة 400، يعني من 2 ل 400، ده اللي هو transition region. في الحالة دي بيبقى ال grain size is nearly equal to the laminar sublayer thickness، يعني السمك بتاع الطبقة اللامينار ديت بيكون تقريبا مساوي لقطر الحبيبة. وفي الحالة ديت الحبيبة بتكون بتتأثر جزئيا بالفسكوستي أو لزوجة الماء. الجزء الثالث اللي هو التربلنت ريجون، ده بيكون فيه الار ستار أكبر من 400، وفي الحالة ديت بيبقى الجرين سايز أكبر من اللامينا سبلير سيكنس، يعني الشير ستريس اندبندنت اوف ار ستار، وبيكون له قيمة ثابتة تقريبا بتساوي 6 من 100، التاو ستار تساوي 6 من 100، وبيكون كيرف في الجزء ده شبه مستقيم او اسف شبه افقي، بيكون افقي يعني قيمته ثابتة. يعني في الحالة ديت نقدر نقول، في حالة التربلنت ريجون نقدر نقول ان التاو كريتيكال من الكيرف ده، هنجيب له معادلة بسيطة، التاو كريتيكال بتساوي 6 من 100 في جاما اس ناقص جاما ووتر في الدي 50 بتاعة البارتكل. طبعا التراكتيف فورس ديستريبيوشن او الابلايد شير ستريس ده بيختلف من مكان لمكان في القطاع الواحد. يعني لو بصينا الفيجر واحد ده هنلاقي ان توزيع الشير ستريس على جوانب القناة وعلى البيد بتاع القناة ليس يونيفورم، مش منتظم، بيختلف من مكان للتاني وبيختلف طبقا لعمق المية فوق اي نقطة على جوانب او القاع بتاع القناة. في دراسات سابقة حاولت ان هي تحدد التراكتيف فورس ديستريبيوشن او الابلايد تراكتيف فورس في الترابيزويدال والريكتانجولار سيكشن. The attractive force distribution in trapezoidal section with 1.5 إلى 1 side slope، يعني z بتساوي 1.5 و b بتساوي 4y، دي حالة شهيرة كده لما بيكون عرض القاع بيساوي 4 عمق المية والميل الجانبي 1.5، دي حالة شهيرة مرسومة في الفيجر رقم 1. بيكون ال distribution بتاع ال applied shear stress أو التراكتيف فورس ديستريبيوشن زي ما هو بالشكل اللي قدامنا، بيكون اقصى قيمه للشير ستريس على البيد بتكون في منتصف البيد او في السنتر لاين بتاع القطاع، ودي قيمتها 97 من 100 جاما واي اس، حيث جاما السبيسيفيك ويت بتاع الميه، واي عمق الميه، اس هو اللونجيتيودنال سلوب بتاع التشانل. طب بالنسبة للجوانب بتاع القناة بيكون أقصى قيمة لل applied shear stress عبارة عن 75% جاما واي اس. بالنسبة لباقي القطاعات الترابيزويدال والريكتانجولار سيكشن، ممكن نحدد التراكتيف فورس أو اليونت تراكتيف فورس اللي هو الشير ستريس أو التراكتيف فورس بير يونت اريا من الفيجر 2. الجزء الشمال ده بيحدد اليونت تراكتيف فورس على السايدز بتاعت القناة سواء كانت ريكتانجولار او ترابيزويدال، اما الجزء اللي على اليمين ده بيحدد اليونت تراكتيف فورس على البوتوم بتاعت التشانل. طبعا الكيرف ده خاص بالترابيزويدال سيكشن اللي الميل الجانبي بتاعه 2 زد تساوي 2. الكيرف اللي بعده ده خاص بالترابيزويدال سيكشن اللي زد عنده بتساوي 1.5، اما الكيرف ده خاص بالريكتانجولار سيكشن.
وكذلك بالنسبة للبوتوم الكيرف ده خاص للتروبوزويدال سيكشن، سواء كان الميل الجانبي بتاعه 2 أو 1.5، أما الكيرف ده خاص بالريكتانجولار سيكشن. بمعلومية بي على الواي نقدر نطلع نجيب القيمة المقابلة للتراكتيف فورس أو اليونت تراكتيف فورس من الكيرف. طيب ملخص لطريقة التراكتيف فورس ميثود أو إزاي بنستخدمها في التصميم. أول خطوة بنفرض ريليشن شيب أو علاقة بين البي والواي، يعني ممكن نفرض مثلا إن البي بتساوي 4 واي. تاني خطوة بنحسب الأبلايد يونت تراكتيف فورس أو التراكتيف شير ستريس أو الدراج شير ستريس على التشانل بيد، ده الأبلايد شير ستريس. التاو بيد أبلايد بتساوي فاكتور في جاما واي اس، وعند السايدز تاو اس ابلايد بتساوي فاكتور في جاما واي اس، ده بنحسبه من فيجر 2 اللي كان في الشريحة اللي قبل كده. بعد كده هنساوي التاو بيد ابلايد بالتاو بيد كريتيكال. التاو بيد كريتيكال ممكن تكون معطاة او بنجيبها من شيلز دايجرام. لما ساوي التاو بيد ابلايد بالتاو بيد كريتيكال من هنا نقدر نحسب قيمة عمق المية واي. بعد كده هحسب التراكتيف فورس ريشيو اللي هي الكي، بتساوي جذر تربيع الواحد ناقص ساين تربيع سيتا على ساين تربيع فاي، ومن هنا نقدر نحسب التاو اس كريتيكال بتساوي كي في التاو بيد كريتيكال. خامس خطوة هحط التاو اس ابلايد بتساوي التاو اس كريتيكال. هفترض ان التاو اس ابلايد بتساوي التاو اس كريتيكال، ومن هنا نحسب قيمة جديدة للواي. هختار السمولر فاليو، هختار الواي اللي اقل، لان كل ما الواي بتزيد كل ما الدراج فورس بتزيد. فانا عندي من الخطوة رقم 3 في قيمة للواي، ومن الخطوة رقم 5 في قيمة تانية للواي. هنختار الواي الاقل ومنها نحسب قيمة البي، سواء بتساوي 4 واي زي ما أنا فارض أو أي فرض تاني، بي بتساوي 2 واي أو 3 واي، نحسب من هنا قيمة البي. بعد كده نحسب من معادلة مانينج قيمة الديستشارج، الكيو كالكوليتد بتساوي إيه على الـ NR 2 على 3 جذر S. لو الكيو كالكوليتد أقل من الكيو جيفن يبقى محتاجين نزود المساحة بتاعة القطاع، يعني نزود البي. لو الكيو كالكوليتد أكبر من الكيو جيفن يبقى احنا محتاجين نقلل مساحة القطاع، يعني نقلل البي. هناخد مثال على التراكتيف فورس ميثود. ديزاين استريت ترابيزويدال تشانل تو كاري ديزاين ديستشارج اوف 12 متر مكعب على الثانية، ده اللي هو الكيو. The bed slope is 2/10000، ده اللي هو ال S. The channel is excavated through fine gravel having moderately rounded particle size of 8 mm for which N تساوي 0.025. يعني الـ D50 بتاعة الماتيريال بتساوي 8 mm، ومعامل مانينج بيساوي 25/1000. الزد بواحد ونص، ده اللي هو السايد سلوب بتاع القناة. والفاي بتساوي 40 درجة، دي اللي هي الانجل اوف ريبوز. الكريتيكال شير ستريس على البيد ده بيساوي 7 نيوتن على المتر المربع. مادام هو ما قالش على البيد ولا السايز، اذا احنا بناخده على البيد، لان هو بيبقى غالبا مستنتج من شيلز دايجرام اللي بيدي الكريتيكال شير ستريس على البيد. بيقول ان الماكسيمم يونت تراكتيف فورس اون ذا سلوبينج سايد از 0.775 جاما واي اس، ده اللي هو الماكسيمم شير ستريس على السايد بتاع ده، الابلايد شير ستريس على التشانل سايد. والماكسيمم يونت تراكتيف فورس اون ذا بوتوم 0.97 جاما واي اس.
المطلوب ان احنا نعمل ديزاين، يعني نجيب ابعاد القطاع اللي هو البي والواي. في البداية نحسب الزاوية سيتا بتاعة الميل الجانبي للقطاع، دي بتساوي تان ماينس وان واحد على زد، يعني تان ماينس وان واحد على واحد ونص. من هنا نجيب قيمة سيتا بتساوي 33.7 درجة. هنحسب الكيل اللي هي التراكتيف فورس ريشيو، دي بتساوي الجذر التربيعي لواحد ناقص ساين تربيع سيتا على ساين تربيع فاي. السيتا ب33.7 لسه حاسبينها في الخطوة اللي فاتت، والفاي جيفن ب40 درجة. من هنا هنلاقي ان التراكتيف فورس ريشيو بتساوي 0.505. نقدر من هنا نحسب الالاوبل او الكريتيكال شير ستريس اون ذا شانل سايد، ده عبارة عن الكي في التاو بيد كريتيكال. الكي حسبناها 0.505، والتاو بيد كريتيكال دي جيفن ب7 نيوتن على المتر المربع. من هنا نجيب الالاوبل شير ستريس على الشانل سايد بيساوي 3.54 نيوتن على المتر المربع. معطى عندنا الماكسيمم تراكتيف شير ستريس او اليونت تراكتيف فورس على الشانل سايد اللي هي معطاه ب0.775 جاما اي اس. دي هساويها بالقيمة الكريتيكال اللي أنا حسبتها من شوية اللي هي ب3.54 نيوتن على المتر المربع. معانا جاما هنحطها ب9810 نيوتن على المتر المكعب، ومعانا الإس ب2 من 10 آلاف. نقدر من هنا نحسب قيمة الواي ب2.33 متر. أصبح معانا قيمة الواي، وممكن نحسب قيمة البي من معادلة مانينج. بس علشان أدخل معادلة مانينج احنا عارفين ان الكيو بتساوي ايه على ان ار اس 2 على 3 جذر اس. انا محتاج قيمة الاي ومحتاج قيمة البي لان الار تساوي ايه على بي. الاي بتساوي بي واي زائد زد واي تربيع، هعوض عن قيمة واي وزد. أصبحت المعادلة إن الـ A بتساوي 2.33 B زائد 8.14 الـ P اللي هي الـ weighted parameter بتساوي B زائد 2 Y جذر زد تربيع زائد 1. هعوض في المعادلة عن قيمة زد و Y، أصبحت الـ P بتساوي B زائد 8.4. أقدر أعوض دلوقتي في معادلة مانينج، يبقى الـ Q given ب12 متر مكعب على الثانية، الـ cross section area اللي هي احنا حسبناها من شوية، ومعامل مانن جيفن ب25 من 1000. ال R هو ال A على ال P أس 2 على 3 في جذر S أو longitudinal slope. أحل المعادلة دي بال trial and error، ألاقي إن ال P بتساوي 3.8 متر. من هنا نقدر نحسب ال maximum unit tractive force on the bottom عشان نقارنها بالقيمة الألاوبل أو الكريتيكال. الماكسيمم أبلايد يونت تراكتيف فورس على البوتوم بتساوي 97% جاما واي اس، عوض عن الجاما والواي والاس، يطلع الأبلايد تراكتيف فورس أو تراكتيف شير اس على اليونت اريا ب4.43 نيوتن على المتر المربع، أقل من القيمة الكريتيكال اللي هي 7، يبقى القطاع سيف. هنتكلم دلوقتي عن الطريقة التانية لتصميم الـ erodible channels أو القطاعات الغير مبطنة أو القطاعات القابلة للتآكل. الطريقة دي بنسميها الـ maximum permissible velocity، السرعة القصوى المسموح بها. The maximum permissible velocity أو ممكن نسميها the non-erodible velocity is the greatest mean velocity that will not cause erosion to the channel body. هي السرعة القصوى اللي ما يحصلش معاها تآكل لجسم القناة أو البادي بتاع القناة. طريقة التصميم ب maximum permissible velocity، أول خطوة بيكون فيها الـ Q والـ S node given. الديسشارج ديزاين ديسشارج معايا، والاس نوت معطى او given من السينوبتيك دايجرام. تاني خطوة بنختار قيمة مناسبة لمعامل مانينج والسايد سلوب والماكسيمم permissible velocity.
غالبا ما بتكون الماكسيمم بيرميسبل فيلوسيتي دي بتعتمد على الماتيريال او الجرين سايز وطبيعة الماتيريال المكونة للقناة. في طبعا مراجع فيها جداول وفي قيمة للفي ماكسيمم مقابل لكل نوع من الماتيريال بتاع الصويل المكونة للقناة. تالت خطوة بنحسب البي والواي عن طريق حل معادلتين اللي احنا هنشوفهم دلوقتي، المعادلة رقم 3 والمعادلة رقم 4. في البداية هنحسب الكروس سيكشن اريا كقيمة، دي بتساوي الكيو على الفي ماكسيمم. من هنا نجيب القيمة بتاعت الكروس سيكشن اريا، بس احنا عارفين ان الكروس سيكشن اريا دي داله في البي والواي، لكن احنا بنجيب القيمه ككل بتاعه الكروس سيكشن اريا الفاليو. بعد كده الفي ماكسيمم هنسويها بمعادله مانينج، او هنعوض في معادله مانينج بالفي ماكسيمم. هنلاقي ان الفي ماكسيمم بتساوي 1 على ان اي على البي اس 2 على 3 في جذر اس. احنا حسبنا ايه في الخطوة اللي قبل كده، يبقى ومعانا ال V maximum وال N وال S، نقدر من هنا نحسب قيمة ال P كقيمة، يعني ال weighted parameter نقدر نجيب قيمته ككل. برضو ال weighted parameter هنا هو دالة في ال B وال Y. طيب احنا عارفين ان ال A قيمة ال A بتساوي B Y زائد Z Y تربيع، وقيمة ال P بتساوي B زائد 2 Y جذر Z تربيع زائد 1. هنحل المعادلتين دول مع بعض، دول المعادلتين في مجهولين اللي هما البي والواي. من هنا نجيب البي والواي ونزود قيمة الفري بورد اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت. هناخد مثال على الماكسيمم بيرميسيبل فيلوسيتي. المثال بيقول design a trapezoidal channel to carry a discharge of 7 متر مكعب على الثانية. The channel is excavated through stiff clay with a bottom slope of 32 من 10,000 and permissible velocity 1.8 متر على الثانية، وبيقول لك take n ب25 من 1000 والزد تساوي 1. المعطيات ان القطاع ترابيزويدال، discharge ب7 متر مكعب على الثانية، دي قيمة ال S وال N وال Z وال V maximum معطى. المطلوب ان احنا نصمم القطاع، يعني نجيب ابعاده B و Y. هنطبق الخطوات اللي قلنا عليها، نحسب الكروس سيكشن اريا، دي بتساوي الكيو على الفي ماكسيمم. الكيو ب7 والفي ماكسيمم ب1.8. من هنا نجيب الكروس سيكشن اريا بتساوي 3.89 متر مربع. هنعوض في معادلة مانج بالفي ماكسيمم، في ماكسيمم بتساوي 1 على ان ار اس 2 على 3 جذر اس. هنعوض عن ال V maximum وال N وقيمة ال cross section area اللي حسبناها من شوية، ومعانا ال S. من هنا نقدر نحسب قيمة ال P، تطلع ب5.48 متر. احنا عارفين ان ال A بتساوي B Y زائد Z Y تربيع، وال Z قيمتها بواحد، يبقى B Y زائد Y تربيع بتساوي 3.89، ودي المعادلة رقم 1. وقيمة ال weighted parameter بتساوي b زائد 2 y جذر تربيع زائد 1. الكلام ده بيساوي b زائد 2 جذر 2 y، انا عوضت عن الزد بواحد. اصبحت المعادلة رقم 2 هي ال b زائد 2 جذر 2 y بتساوي 5.48. هنحل المعادلتين دول مع بعض نجيب قيمة ال b وال y. المعادلة 2 هنحطها في الصورة، ان ال B بتساوي 5.48 ناقص 2 جذر 2 Y. هنعوض بقيمة B في المعادلة رقم 1، أصبح عندنا المعادلة التربيعية ديت. هنبسط المعادلة ونحلها بالآلة الحاسبة، نلاقي إن قيمة Y بتساوي 1.15 متر. هنعوض في العلاقة ديت عن قيمة y ب1.15، نجيب قيمة b ب2.22 متر. هنفترض ان الفري بورد ب75 سنتي، يبقى الهول ديبس عبارة عن 1.15 زائد 75 ب1.9 متر. ممكن نقرب ال 1.9 متر ديت بان نخلي الديبس لكل القناة عبارة عن 2 متر،
والتشانل بوتوم هنقربه برضو لأقرب 5 سنتي، يبقى التشانل بوتوم عبارة عن 2.25 متر. الحاجات دي قربناها لسهولة التنفيذ، يعني علشان الناس اللي بتنفذ نديهم أبعاد سهلة التنفيذ. الطريقة الأخيرة المستخدمة في تصميم الـ erodible channels معانا في الشابتر دي هي طريقة الـ stable hydraulic section أو القطاع الهيدروليكي المتزن. تعريف الـ stable hydraulic section is a section of an erodible channel in which no erosion will occur at a minimum area for a given discharge. يعني الـ stable hydraulic section ده خاص بالقنوات الـ erodible القابلة للنحر أو التآكل، بس هيحافظ على القناة بحيث ما يحصلش اروجن او تآكل للقناة، ويدينا مينيمم كروس سكشن اريا للديستشارج المعطى او الديزاين ديستشارج بتاعنا. الطريقة ديت was developed by Glover and Flory سنة 51. هم وضعوا مجموعة من الفروض واستنتجوا المعادلات التصميمية بناء على الفروض دي. الفروض ديت كان الفرض رقم 1: The soil particles are held in place by the component of the submerged weight of the particle acting normal to the channel bed. يعني البارتكل بتاع القناة بيكون مثبت أو ممنوع من الحركة بواسطة الـ submerged weight بتاع الـ particle، وبيكون تأثيره عمودي على القاع بتاع القناة. الـ assumption رقم 2: at and above the water surface the channel side slope is the angle of repose of the non-cohesive material. يعني لو افترضنا ان شكل القطاع بياخد الشكل الطبيعي ده، بيقول ان at و above ال water surface ال side slope is the angle of repose of the non-cohesive material. يعني الزاوية دي هي الزاوية phi اللي هي ال angle of repose بتاعة ال material. At the channel center line في ال center بتاع ال channel ده the side slope is zero. احنا لو خدنا مماس للقطاع هنا هنلاقي ان المماس ده افقي تماما، يعني السايد سلوب هنا يساوي صفر. and the particles are at the state of incipient motion. يعني البارتكل الموجودة عند السنتر لاين دي في حالة incipient motion أو عند critical conditions، على وشك الحركة. الأسامشن رقم 4: at points between the center and the edge، اللي هي المسافة دي من السنتر للإدج بتاع القناة، the particles are in the state of incipient motion by the effect of attractive force and submerged weight of the particles. نفس الأسامشن تقريبا اللي احنا درسناها في طريقة attractive force ratio أو attractive force method. إن البارتكلز على وشك الحركة أو في حالة incipient motion، وده ناتج من تأثير التراكتيف فورس والسبميرجد ويت بتاع البارتكلز. الأسامشن الأخير إن التراكتيف فورس on an area of the channel is equal to the component of the weight of water above the area acting in the direction of flow. يعني لو خدنا جزء أو شريحة زي دي من الشانل، الكومبوننت أو التراكتيف فورس على الجزء ده من الشانل بيد ده مساوي لوزن عمود المية فوق المساحة ديت، وأكتنج يعني المركبة بتاعته في اتجاه الفلو. يعني لو افترضنا إن البيد بتاع القناة مايل بزاوية سيتا، واحنا بندرس عمود المية ده او الجزء ده، هنلاقي ان وزن عمود المية هو الجاما في الفوليوم بتاع الجزء المظلل ده، له مركبتين: مركبة عمودية على القاع ومركبة في اتجاه الفلو.
المركبة العمودية على القاع هي W كوساين سيتا، والمركبة في اتجاه الفلو هي W ساين سيتا. وطبعا زاوية سيتا غالبا بتكون زاوية صغيرة لأن البيد سلوب بيكون صغير، فممكن أعوض عن الساين سيتا وأقول إن هي تقريبا بتساوي تان سيتا. وإحنا عندنا ال W بيساوي جاما واي في دلتا إكس في 1 متر، وتان سيتا ده بيساوي ال S اللي هو البيد سلوب. يعني مركبة وزن المية في اتجاه الفلو هي عبارة عن W تان سيتا أو جاما واي دي إكس في إس. هنبدأ في شرح استنتاج المعادلات المستخدمة في تصميم القطاعات بطريقة الستيبل هيدروليك سيكشن. الاستنتاج ده انتوا غير مطالبين بيه في الامتحان، يعني هنشرحه للعلم بشيء فقط. هنفترض ان في كروس سيكشن ناتشورال او شكله واخد شكل كيرفت زي الشكل الطبيعي او الشكل اللي قدامنا ده. عرض القطاع ده من اعلى هو التي او توب ويدث، النقطة دي بتمثل نقطة الاورجن، حيث الاتجاه ده بيمثل اتجاه محور اكس والاتجاه ده بيمثل اتجاه محور واي. يبقى النقطة دي احداثياتها هي 0 و0. عمق المية عند center line هو y نوت. عمق المية عند أي نقطة تانية على الجوانب بتاعة القناة هو قيمته y. الميل الجانبي عند أي نقطة على الباوندريز بتاعة القناة دي بنحددها عن طريق إيجاد الزاوية سيتا اللي هي بين الأفقي والمماس للقطاع عند النقطة ديت، حيث الزاوية دي هي الزاوية سيتا. الاستنتاج بيبدأ بفرض إن في قناة اللونجيتيودنال سلوب بتاعها هو الـ S، والسايد سلوب عند أي نقطة على الباوندري، أي نقطة بتتعرف بقيمة الأحداث X و Y عند النقطة ديت. هنحدد الزاوية سيتا دي اللي بتعرفنا قيمة الميل الجانبي بتاع جوانب القناة. من الأسامشن رقم 5 اللي احنا شرحناه في الشريحة اللي قبل كده، لو حبينا نحسب قيمة الـ critical tractive shear stress acting on an area AB in a unit length of the channel، يعني لو فرضنا إن دي النقطة A ودي النقطة B، المسافة بينهم هي المسافة AB، دي عبارة عن الجذر التربيعي للمسافة الرأسية تربيع زائد المسافة الأفقية تربيع. المسافة الرأسية تربيع هي الـ dy تربيع، والمسافة الأفقية تربيع هي الدلتا إكس أو الدي إكس تربيع. إذا المسافة إيه بي على المايل هي الجذر التربيعي لدي إكس تربيع زائد دي واي تربيع. يبقى المساحة اللي بيأثر عليها وزن عمود المية المظلل ده هي عبارة عن إيه بي في 1 متر عمودي على الرسم. وبناء على الأسامشن رقم 5 في الشريحة اللي قبل كده، إذا التراكتيف فورس على المساحة AB في 1 متر دي عبارة عن جاما واي اس في دلتا اكس. لو قسمناها على المساحة اللي هي الطول AB في 1 متر، هيدينا الكريتيكال تراكتيف شير ستريس. يبقى التاو اس عند المسافة AB عبارة عن جاما واي اس كوزين سيتا. كوزين سيتا دي عبارة أو عوضت عنها بدل دي إكس على الجذر التربيعي لدلتا إكس تربيع زائد دلتا واي تربيع. من الشكل اللي قدامنا دلتا إكس على المسافة AB ده بيدينا كوزين سيتا. من هنا نقدر نحسب التاو اس او الكريتيكال تراكتيف شير ستريس اكتنج اون ذا اريا اي بي. طيب انا ممكن احسب الكريتيكال تراكتيف شير ستريس اكتنج اون ذا سايد اوف ذا شانل بطريقه تانية، ان انا اقول ان التاو اس ده بيساوي كي اللي هي التراكتيف فورس ريشيو في التاو بيد. طب التاو بيد هنا بتساوي ايه؟ انا ممكن اجيب التاو بد عن طريق المعادلة اللي انا استنتجتها من فوق دي، ده عبارة عن التاو سايد. طب لو انا عايز اجيب من المعادلة دي التاو بد، هعوض عن الواي بتساوي الواي نوت. البد عندنا بيمثل بالنقطة دي، نقطة
وحيدة على القاع عند السنتر لاين بتاع القطاع. فبالتالي المماس القطاع عند البد أو عند النقطة ديت بيكون أفقي، يعني الزاوية بين المماس والأفقي بتساوي صفر. لما أعوض عن كوزين صفر أو كوزين سيتا عن سيتا بصفر، هلاقي إن كوزين سيتا بتساوي واحد. يبقى من المعادلة ديت هعوض عن الواي بواي نوت وعن كوزين سيتا بواحد، أصبح عندنا إن التاو بد بيساوي جاما واي نوت في إس. احنا عارفين ان قيمة الكي او التراكتيف فورس ريشيو هي عبارة عن الجزء التربيعي الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. اذا تاو اس بتساوي كي في التاو بد، تاو بد بتساوي جاما واي نوت في اس في كوزاين سيتا، والكي بتساوي الجزء التربيعي الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. إذن أنا حسبت تاو إس بطريقتين مختلفين، والمفروض إن القيمتين يكونوا متساويين، فأنا هساوي المعادلتين دول ببعض، هساوي جاما واي إس كوزين سيتا بجاما واي نوت إس كوزين سيتا في جذر تربيع الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. لما بنساوي المعادلتين دول ببعض، يعني لو أنا بطبق المعادلات ديت عند الـ channel center، هلاقي إن جاما واي إس كوزين سيتا بتساوي جاما واي نوت إس كوزين سيتا في جذر تربيع الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. من هنا أقدر أشيل كوزين سيتا مع كوزين سيتا والجاما مع الجاما والإس مع الإس، هلاقي إن المعادلة أصبحت إن واي بتساوي واي نوت جذر التربيع الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. ممكن احط المعادلة في صورة ان واي على واي نوت بتساوي جذر التربيع الواحد ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. لو انا وحدت المقام تحت الجذر، اصبح ان عندي واي على واي نوت بيساوي الجذر التربيعي لتان تربيع فاي ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. أفكركم إن فاي هي الأنجل أوف ريبوز بتاعة الماتيريال، وسيتا هي الأنجل أوف سايد سلوب. لو ربعنا المعادلة ديت، أصبحت المعادلة واي على واي نوت تربيع بتساوي تان تربيع فاي ناقص تان تربيع سيتا على تان تربيع فاي. لكن إحنا عارفين من الرسم اللي قدامنا إن تان سيتا بيساوي دي واي على دي إكس، تان سيتا بيساوي دلتا واي على دلتا اكس من الرسم اللي قدام. يبقى ممكن اشيل دي واي على دي اكس واعوض عنها بتان سيتا. اصبحت المعادلة واي على واي نوت تربيع بتساوي تان تربيع فاي ناقص دي واي على دي اكس تربيع مقسومة على تان تربيع فاي. المعادلة ديت لما أبسطها ألاقي إن دي واي على دي إكس تربيع بلس واي على واي نوت تربيع تان تربيع فاي ناقص تان تربيع فاي بتساوي صفر. دي معادلة تفاضلية. عندي كونديشن إن عند إكس بتساوي صفر الواي بتساوي واي نوت. لو حلينا المعادلة التفاضلية ديت، هنلاقي إن حلها إن الواي بتساوي واي نوت كوزين افتح قوس اكس تان فاي على واي نوت. اذا معادلة الكيرف او الشكل المكون للقناة اللي هو ده معادلة كوزين. يعني نقدر من هنا نقول ان الشيب بتاع الستيبل هيدروليك سيكشن از ا سيمبل كوزين كيرف. يبقى دي المعادلة النهائية اللي بتحدد لنا الشكل بتاع الستيبل هيدروليك سيكشن. طيب، using mathematical analysis بعد عمل شوية تحليلات رياضية، الخصائص الآتية بتاعت الستيبل هيدروليك سيكشن was obtained. إن الواي نوت عمق المية عند السنتر لاين بتاع القطاع بيساوي تاو نوت على 0.97 جاما اس، أو هي العلاقة اللي كانت بتقول تاو نوت بتساوي 0.97 جاما واي اس.
طيب الكروس سكشن اريا بتاعة الستيبل هيدروك سكشن بتساوي 2.4 واي نوت تربيع على تان فاي. طب المين فيلوستي، المين فيلوستي بتساوي 1.35 ناقص 1.19 تان فاي على ان، ده مضروب في واي نوت 2/3 في جذر اس. الديستشارج ممكن احسبه من العلاقة ان الكيو بتساوي الاي في الفي. طيب دي المعادلات النهائية اللي انا بصمم منها القطاع. نفترض ان انا صممت القطاع باستخدام المعادلات ديت. انا علشان اصمم القطاع بيكون عندي ديزاين ديستشارج، اللي هو الديستشارج الجيفن في المثال، او الديستشارج المخطط ليه ان هو يمر في القطاع، ده بنسميه ديزاين ديستشارج. نفترض ان احنا حسبنا الثيوريتيكال ديستشارج اللي هو محسوب من المعادلات ديت. انا حسبت الفلوستي من المعادلة بتاعت الستيبل هيدروليك سيكشن، ضربتها في الكروس سيكشن اريا، اداني الكيو ثيوريتيكال او الكيو المحسوبة من الطريقة بتاعت الستيبل هيدروليك سيكشن. عندي لو الكيو ديزاين اكبر من الكيو ثيوريتيكال، إذن احنا محتاجين نزود الكروس سيكشن اريا بتاعة القطاع. هنزودها ازاي؟ ما ينفعش نزود الدبس. ليه ما ينفعش نزود عمق المية عند السي جي او السنتر لاين عن واي نوت؟ لان كل ما بنزود عمق المية كل ما بنزود التراكتيف فورس والشير ستريس، فده ممكن يعمل انستابيلتي او اروجن للقطاع. يبقى علشان نزود discharge نزود cross section area، فهنزود rectangular section at the center of the theoretical section. يعني لو ده theoretical section عندي، انا هعتبر ان انا عملت قطع في center line بتاع السكشن، ونقلت الجزء ده رحلته يمين شوية ورحلت الجزء ده شمال شوية، وزودت مستطيل في سي جي او سنتر لاين بتاع القطاع زي الشكل اللي قدامنا ده. في الحالة ديت نجيب العرض بتاع الجزء المستطيل ده اللي هو تي ادد او تي اديشنال، ده مستنتج من معادلة مانينج. تي اديشنال بتساوي ان في كيو ديزاين ناقص كيو ثيوريتيكال على 1.49 واي نوت اس 5/3 في جذر اس. ونلاحظ ان المعادله ديت بتستخدم لما يكون الديستشارج بوحدات فيت تكعيب على الثانيه، والواي بوحدات فيت. لو احنا كنا بنعوض بوحدات متر مكعب على الثانيه، هنشيل او هنحذف الجزء الفاكتور اللي هو 1.49. طيب الاحتمال الثاني ان الديزاين ديستشارج عندنا يبقى اقل من الثيوريتيكال ديستشارج المستنتج من المعادلة دي. في الحالة ديت هنقلل التوب ويدث بتاع القطاع. هنفترض ان احنا قطعنا عند السنتر لاين وخصمنا جزء من الجزء اليمين وخصمنا جزء من الجزء الشمال، يعني قللنا التوب ويدث بتاع القطاع بمقدار تي ريدكشن. تي ريدكشن دي بنحسبها من المعادلة اللي بتقول تي ريدكشن بتساوي 0.96 تي في افتح قوس 1 ناقص الجذر التربيعي لي كيو ديزاين على الكيو ثيوريتيكال، وفي الحالة ديت بنعوض بوحدات الفيت. لو حبينا نعوض بوحدات المتر، اي قيمة للان عندنا في اي معادلة هنضربها في 1.49 ونستخدم القوانين الاصلية اللي موجودة معانا. هنحل مثال على الستيبل هيدروليك سيكشن. المثال بيقول determine the profile of a stable hydraulic section laid on a slope of 17 من 10,000، ده اللي هو الاس نوت او البيد سلوب، كارينج ا ديستشارج اوف 300 كيوبيك فيت بير سكند، ده اللي هو الكيو. ذا شانل از تو بي اكسكافيتد ان ايرث كونتيننج نون كولايدال كورس جرافيل اند بيبلز. بيبل اللي هو الحصى. النون كولايدال يعني مفيش فيها رسوبيات او سيدمنت.
for which n بتساوي 25 من 1000 تاو نوت بتساوي نص باوند على الفي التربيع، ده اللي هو الكريتيكال شير ستريس، والفاي بتساوي 34 درجة، دي اللي هي الانجل اوف ريبوز. يبقى الجيفن كيو بتساوي 300 في التكعيب على الثانية، دي قيمة الاس والان والتاو نوت والفاي. علشان نبدأ بتطبيق معادلات الستيبل هيدروليك سيكشن محتاجين يكون معانا الواي نوت، واحنا عارفين ان واي نوت بتساوي تاو نوت على 97 من 100 جاما في اس. معانا قيمة التاو نوت ومعانا قيمة جاما ب 62.4 من 10 باوند على الفي التكعيب، ومعانا قيمة اس من هنا نعوض نجيب قيمة واي نوت ب 4.86 فيت. الثيوريتيكال شيب اوف ذا شانل بروفايل كان بي ديفايند باي ذيس ايكويشن، ان الواي بتساوي واي نوت كوزاين اكس تان فاي على واي نوت، عوض عن واي نوت ب 4.86 والفاي ب 34 درجة اللي هي الانجل اوف ريبوز. هبسط المعادلة، ان واي بتساوي 4.86 كوزين 139 من 1000 اكس. دي المعادلة اللي بتوصف المحيط او الباوندرز بتاعت القناة. طيب من هنا اقدر احسب التوب ويدز، ايوه لو انا عوضت عن الواي بصفر، يعني عند النقطة ديت احنا عارفين ان الواي بتساوي صفر ودي نقطة الاورجن، يبقى لو عوضت عند النقطة ديت بواي بتساوي صفر هجيب قيمة الاكس المقابلة اللي هي المسافة ديت اللي هي عبارة عن تي على اتنين، يبقى عوض عن قيمة الواي بصفر في المعادلة ديت. من هنا أحل المعادلة ديت أجيب قيمة الإكس اللي هي بتساوي تي على الاتنين بحداشر وتلاتة من عشرة فيت. ونلاحظ إن احنا علشان نجيب قيمة إكس من المعادلة ديت مباشرة نحول النظام بتاع الآلة الحاسبة للراديان مود، او نجيب قيمة سيتا ونشتغل بالراديان. التوب ويدث في الحالة ديت هيساوي 2 في قيمة اكس اللي هي في 11.3 من 10، يبقى التوب ويدث ب 22.6 من 10 فيت. طيب المين فيلوسيتي بنحسبها من القانون اللي هو بيساوي 1.35 ناقص 1.19 تان فاي على ان في واي نوت اس 2 على 3 في جذر اس. كل حاجة معطاة عندي او معروفة عندي، من هنا نحسب الفيلوسيتي بتساوي او الثيوريتيكال فيلوسيتي بتساوي 2.59 فيت على الثانية. الكروس سكشن اريا عارفين القانون بتاعها اللي هو 2.4 من 100 واي نوت تربيع على تان فاي، من هنا نحسب الكروس سكشن اريا. معانا الثيوريتيكال فيلوسيتي والثيوريتيكال كروس سكشن اريا، نقدر نجيب الثيوريتيكال ديسشارج، يبقى الكيو ثيوريتيكال بيساوي الاي في الفي، يطلع 185 فيت تكعيب على الثانيه. لو قارنت الديسشارج ده بالديزاين ديسشارج اللي هو جيفن، هلاقي ان الثيوريتيكال ديسشارج ده 185 اقل من الجيفن ديسشارج او الديزاين ديسشارج قيمته 300 فيت تكعيب على الثانيه. إذا احنا محتاجين نضيف جزء مستطيل للكروس سيكشن عند السنتر لاين بتاع التشانل. الاديشنال توب ويدث اللي هو تي ادد هنحسبه من قانون ان ال n بتساوي كيو ديزاين، اسف هنحسبه من القانون ان تي تساوي n في كيو ديزاين ناقص كيو ثيوريتيكال على 1.94 واي نوت اس 5 على 3 في جذر اس. معانا ال n والكيو ديزاين والكيو ثيوريتيكال، ومعانا الواي نوت ومعانا الاس، من هنا نقدر نجيب ال t added، يبقى انا محتاج اضيف مربع عرضه او مستطيل، اسف مستطيل عرضه 3.35 فيت
عند السنتر لاين بتاع القناة. وفي الحالة دي يبقى الهول توب ويدث بتاع التشانل عبارة عن التي ثيوريتيكال اللي احنا حسبناها من شوية ب22.6 فيت زائد الاديشنال تي اللي هي ب3.35 فيت، يبقى ده التوب ويدث الكلي بتاع القطاع. دي عبارة عن بعض المراجع. واحنا كده خلصنا الشابتر بتاع الديزاين اوف تشانلز، ونشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله.